موجز السابع مساء من ألايف، أهلا بكم. اتفق الزعيمان عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز عقب لقائهما في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية رياض على أهمية إنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية. واتفق الزعيمان أيضا على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب. وأكد الزعيمان أيضا على أهمية قطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظا على الأمن القومي العربي. في العاصمة الفرنسية باريس، أظهر استطلاعان للرأي نشر اليوم الأحد أن النسبة النهائية لمن امتنعوا عن المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بلغت نحو 20%، هي نسبة قريبة مما كانت عليه قبل 5 سنوات. كان الناخبون الفرنسيون قد توجهوا في وقت سابق من اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار بين 11 مرشحا في انتخابات شديدة التنافس وحاسمة بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي. قالت تقارير صحفية إن الجيش السوري تمكن من استعادة سيطرته من جديد على بلدة حلفية الاستراتيجية الواقعة غرب محافظة حماة. كانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد استولت على بلدة حلفية العام الماضي، مما شكل تهديدا خطيرا على مواقع للجيش السوري. ختام الموجز، شكرا لكم.